مستمعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الضالة البيضاء. اليوم حنا متواجدين في ثانوية صلاح الدين الأيوبي. كيف ما كتعرفوا اليوم اجتياز الامتحان الجهوي، الله يوفقهم كاملين، الله ان شاء الله يجيو الامتحان سهل ونجحهم يا ربي، ولكن الله يسمح لنا من الوالدين. كاينين امهات دابا اللي كيتسناو وليداتهم ساكن، وحق الله. وانا دابا كنت واقفه لقيتهم جالسين هنايا، هاد الام هادي وهاد الام هادي جالسين كيتسناو في وليداتهم، فغناخذوا كلمه من عندهم شي دعيوه لوليداتهم وكيفاش دوزوا هاد ستريس ديال هاد الامتحان هذا. السلام عليكم. اليوم كنت متواجده بثانويه صلاح الدين الايوبي. جيت مع بنتي دوز امتحان، عندهم اليوم فرنسيه وتربيه اسلاميه. عندهم فرنسيه وتربيه اسلاميه. من امتى انت واقفه هنا؟ من 8 باين عليك واحد حالة ديال القلق، عيانين وخايفين عليهم وكذا، وكنتمنوا لهم النجاح يا ربي تسهل عليهم ان شاء الله، ويحنوا فيهم يا ربي تسهل عليهم، يا ربي يرفقوا بهم ويكونوا معاهم، وحنا لهم النجاح ان شاء الله. واخا كيفاش جات بنتك الصباح وهي جاي تدوز امتحان، خصوصا ان الامتحان الجهوي تاجل لعده مرات؟ واخا كانت النفسيه ديالهم خصوصا بعد تاجيل الامتحان لعده مرات كانت شويه النفسيه ديالهم تازمات، كاين التعب وعياو، كنتمنوا لهم النجاح لان راه ما بقاوش شادين والو. خايفين بزاف هاد الشيء اللي عاودتني اجي معاكم مره اخرى، والحمد لله بعد اليوم اللي هذا الله يعمر بيدك اللي كانت، ما كنتمنى يكون شي حاجه مزيانه. الله يعمر الدين بزاف، الله يسمح لنا من الوالدين، لان كي مصبح وانت جالسه هنايا الله يكون معاهم. تبارك الله يدير لك خير. تفضلي. كيف ما سمعتوا متابعي قناة شوف تيفي، كيف ما سمعتوا متابعي قناة شوف تيفي، فهاد الأم هادي كنتمنوا ديك، كيف ما سمعتوا متابعي قناة شوف تيفي، فهاد الأم هادي من الصباح وهي كتسنى وليداتها مسكينة، والله ينجحهم كاملين. غنشوفوا أم وحدة أخرى اللي تاهي غتكلم لينا على أنها كتسنى بنتها تاهي أو ولدها. السلام عليكم. السلام. اليوم انت كتسني ولدك؟ بنتك. واخا قولي على النفسيه ديالها، قلنا شنو كديري هنا كتسني؟ كنتسناها حتى انا مخلوعه عليه، ربي اللي عندي صراحه، والله الا لا عياو عياو بزاف بهاد الحفاضه وهاد غير حضوري عن بعد والارهاق، لا اله الا محمد رسول الله، الله يلطف بهم الله يسهل عليهم، كنتمنوا لهم النجاح ونتمنوا التوفيق، نتمنوا الامزاز يكون معاهم ويساعدوهم ويكون كلشي دوز بالسلام. البنت ديالك كيما كانت متوتره فاش جات الامتحان؟ متوتره بزاف ومخلوعه وعيات، ولات عيانه بزاف، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. حتى انت جالسه مخلوعه هنا؟ انا مخلوعه، حتى انا من 7 ونص وانا جالسه هنا، تتخرج مع 11 ونص ولا 12 عاد نمشي بحالي. يعني غتبقاي جالسه هنا تتسالي تتسالي لي الحصه ديالها ونمشي بحالي. انا باقا بلا فطور والله الا مخلوعه. الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. امين يا ربي يا ربي. امين امين يا ربي. كيف ما شفتوا متابعي قناه شوف تيفي، فالامهات كيترقبوا وليداتهم باش يخرجوا ان شاء الله، كنتمنوا انهم فاش يخرجوا يفرحوهم ويقول لهم نتمنوا لهم النجاح ويخرجوا فرحانين، فهما مخلوعين هذاك الفرنسي ضعاف شويه في الفرنسي، كنتمنوا لهم التوفيق، نتمنوا التوفيق للوليدات والبنيات كاملين، يكون داكشي سهل، يكون بخير وعلى خير يا ربي. يا ربي كنشكركم، كنتمنى الله يجازيكم بخير. حنا غنتسناو معكم حتى حنا ان شاء الله غنتسناوهم، ان شاء الله كنتمنوا انهم يخرجوا ان شاء الله، يخرجوا ناشطين فرحانين ان شاء الله، ويكونوا دوزوا الامتحان بخير وعلى خير، وان شاء الله الفرحه ديالتكم حتى نتوما تكمل. كيف ما شفت بانكم من الصباح وانتم جالسين هنايا كتسناو فيهم، الله يسمح لنا من الوالدين. من 7 ونص علاش غيساليو دابا؟ دابا شي 12 يخرجوا، ولكن اللي سالي كيخرج، اللي سالي تيخرج. واخا البنت ديالك في مادة الفرنسية كتشوفي بأنها شوية ضعيفة؟ ناقصة، ضعيفة شوية. وكيفاش كان التعليم عن بعد؟ ماشي هو هذا، ما كاين والو، ما كاين زعما عن بعد، ما كاين لا قراية لا والو. بصح بعض المرات كتمشي الكونيكسيون تخليهم أون بان،
كل استاذ كيلوح في شكل، كل واحد كيفاش كيشرح في شكل، بعد المرات كتوصل بعد المرات ما كتوصلش، هادشي اللي كاين. وحنا نتمنوا الحضور احسن من عن بعد. تبارك الله عليك، شنو الكلمه اللي تقولي؟ تبارك الله عليكم. الله 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 يصوب لهم كلهم، الله ينجحهم كاملين. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر، كان مباشره من الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.